بعض الشباب المتمسك بدينه أصبح يحارب حتى في بيوت أبائه، لأنهم يحاربون المنكرات التي دخلت البيوت التي أفسدت قلوب الناس. نرجو توجيهكم. عليه أن يصبر على الشباب وعلى غير الشباب يصبر. إذا دخل البلاء البيت عليه يصبر، هذا زمن الصبر وزمن الفتن والمحن. أن يصبر ويجاهد حسب طاقته، نسأل الله العون على ذلك. وإذا استطاع أن يستقل بنفسه في بيت وحده، إذا لم يستجيبوا له ولم يطاوعوه على إزالة المنكرات، فلا مانع أن يستقل إذا استطاع في بيت وحده. وإذا لم يستطع فليجاهد وليتق الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يحضر المنكر. ودرجات المنكر، إزالة المنكر ثلاث: اليد ثم اللسان ثم القلب. فأول يده إذا استطاع، لكن رب بيته يستطيع أن يفعل ما يقدر عليه. وإذا كان ليس رب البيت بل مكبور معه أباؤه معه أبوه وإخوانه الكبار، فليكن ما استطاع بلسانه، فإن لم يستجيب وأنكر بقلبه. فإن استطاع أن يفارق ويستقل بيت فعل ذلك، فهو جهاد. هذه الحياة حياة الجهاد ودار الجهاد، فلا بد من الصبر ولا بد من المجاهدة حسب الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. يعتبر هذا الجهاد؟ لا في شك، إنكار المنكرات من الجهاد.